مش بس كلام. استعدوا يا الربع، والله إلا نعمل حفلة مرتب الليلة. ركز لنا على مفتاح السون، الله يرضى عليك، وعشان نفسك يكمل في الحفلة خذ لنا ستريبسلز. والله اليوم لنفرجيكوا حفل فخامة الفخامة. أيوة جاهزين. 3 2 1. العشوائية العشوائية، لا حول ولا قوة الا بالله، ضماير حية. العشوائية بني كبير، العشوائية شيء خطير. العشوائية الله على السكيل والتدرج الصوتي اللي حيكون قريبا سبب توسع ثقب الأوزون. الله يلعن ابو صباح اللي جابه اللي صحاك من احلامك. اكمل يا الفيس بروسلي، اكمل 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 يا مايكل شاكسون. هيا ابني في وسعايا بالعشوائية. العشوائية العشوائية. يعني لو ايش زرعتوا له الشوك في بستانه؟ لو ايش يعني هيك خلتوه يطلع يغني الكليب وهو متضايق وهيو غنى لنا بدون نفس؟ الله انت انك معذور اخي الكريم، ولك انت لازم يزرعوا لك الغام كل شي مر فيه لغم عشان ما تفكر تطلع من دارك، ولا عمرك تفكر في حياتك توصل استوديو. ساتر، الله يلعن ابوه بس اللي صحاك من احلامك. ساعات الإنسان يتجلد ولا يتبلد من الحياة ومن ضغوط الحياة ومن ظروف الحياة وقسوة الحياة. يتجلد ولا يتبلد من الحياة ومن ضغوط الحياة ومن ظروف الحياة وقسوة الحياة. لما الراديو بيعمل كده ايه ده؟ هو الراديو لما يعمل كده يبقى المذيع طبعا مش الـ ايه؟ مش المذيع ينكمش بالحرارة ويتبربر بالبرورة؟ ايه ده؟ المذيع ماله؟ ينكمش بالحرارة ايوة ويتبربر بالبرورة. برورة؟ برورة ايه يا جدع؟ انت بتقول ايه؟ في الفلزات. فلزات ايه يا جدع؟ اشجاب الفلزات المذيع لل... انا مش فاهم منك اي حاجة خالص. ريبديتش اول شيء في طبعا الحمد لله رب العالمين اني نايم، ما اخدش على كلام الناس، ما اخدش على كلام الناس. كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. حاليا يعني يلا نبحث عن عمل جديد ان شاء الله، بلكي تكون الفرصه معنا احنا في راديو وعد. ان شاء الله يكون لنا الشرف اكيد انك انت تكوني من ضمن كادرنا. انتوا هتشحطوا في الشوارع، انتوا بعد كده هتشحطوا، وانت بالذات هتشحط في الشارع. ايوه انت. محمد شيبة شادينها بيها دابينج، محمد مصر ان هي دابينج. دابينج هي دابينج. الحت لحوا الحاحن، اصرت وصروا الحاحن. ليه بقى؟ لان الالحاح فاعش مفتوش بالفتش يعود على مفتوشاني هو. فتشتي هي الحت يا سيدي. يلا قلت لك بعدين السلطة أجد سلطة تنفيذية. ضربني والله. أنت بصراحة يا مرقة كان يحطوك استاد إنجليزي نفهم منك عيطول. يستر الله. زي ما هو مكتوب كده، يستر دي زي جو تو ذا بيش أند زي واز بلينج فوتبول. ماشي؟ After that they lay down under the sun. السن يعني شمس مش ابن. اللي نايم فيك يا بنتي. هذا اقول لك شو الغرض هذا من شريت فوطه كريستال وشريت هذا الغرض. هذيك اخذت فوطه كريستال صغيره، انا اخذتها اكبر وحله بعدين نزلها باش نغيطها، باش تشوفها وغيطها باش نقعمز في مجمع ونبدو في القرمه. اسمع ايه اللي بتعمليه ده؟
بترقع بترقع يا حسب الله وانا بفرقع وانا مطنش مسعود متعب زميلنا مسعود مساء الخير مسعود Hello It's me نعم مسعود مساء الخير Hello نعم مرحبتين بمدير لجنة دورة 23 في مهرجان غات مرحبتين خوي مسعود مالكموش يا خوي مش مسعود معرفش حدا بالاسم ده يلا مرحبتين يا موسى يعني بنت تبعت لي ولد صورتها شو بدي بيخليك تكلم يا بنتي احترمي نفسك شفالة وقلة أدب صح ولا لا صح وأنا طول عمري بموت في السفالة وقلة الأدب حاجة واحدة نتمنى حاجة واحدة بس إن جلال الشبلي يكون عندنا هنا في الاستوديو ويدرنا شيء كله ياريت نتمنى إنه يكعمز هنا ويقلد لنا وليد ومروان ويعطونا في والله يلا. حاجة رائعة حاجة رائعة هذا زبنج مش هذا رسمي حيجي بقولك إيه ما تترسمش عليا وتعمل الشويتين بتوعة واسمع بقى أنا دماغي دي جزمة هتزود معايا هقلع دماغك ديك بيها على دماغك شوف لكم حد تاني لزقوا المصيبة بتاعتكم دي اليوم نبغى نطلق حملة يا عبد السلام كبيرة جدا من وعد اف ام اطلق تن 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 يلا بايخة عشوائية العشوائية تبي نصمير حي إذا هو بدأ سؤال يا سلام ما هو بين مين بين مين حسبي الله ونعم الوكيل بس وهب علي شارع وخليها أنا بنعيش لا أنا أقول لنا فضك انت التانية يسيت وعد فان مش بس كلام